نشوف المجنون احمد الخطيب ونرجع لعصام اسماعيل. ايه اسالونا. الاشاعات عماله تزيد، كل الناس بتعيد وتزيد، ناس بتالف اي حاجه بكره هتملى الفضائيات، اي كلام يقروه يقولوه. هوب الصبح بقت اشاعات، هوب الصبح بقت اشاعات، صحفي يالف اي كلام، يكتب اي خبر كذاب، يملى الفيسبوك والواتساب. شغال يا اخويا. مالك؟ مفيش. انت شكلك مضطرب. لا مش مضطرب خالص. لا اسي كمي كتي اسي اشي تمام. انا تمام مبسوط كده. ايه رايك في ترويج الاشاعات؟ في حاجة وحشة قوي يعني، بتعمل مشاكل بقى وكده. لا مش معاها بصراحة، لان احنا كل البلد في اشاعات، كل الناس بتفتي في اي حاجة واي حاجة بتقلبها بتتصدق. واسرع حاجة بقى انت عارف السوشيال ميديا، الخبر بيتقال اي حد يقول اي حاجة بتتشاير في مينيت يعني. كل الناس بتعمل كده. بتحبي الاشاعات؟ لا طبعا ما بحبهاش. الاشاعة عموما هي لو يعني ما ينفعش ان احنا نروج اشاعات غلط يعني، بس هي الاشاعة لو هي الاشاعة مبنية على كلام صح فعادي يعني. مش اشاعة مبنية على كلام صح ازاي؟ صح لو اشاعة مش غلط. طب اللي زي دي بتعملوا معاها ايه؟ ما نعرفهاش تاني اكيد. انا عامة مش بحب الاشاعات اصلا. انا مش بفتي مع اي حد، بفتي مع اختي مع مامتي مع صاحبتي كده. اقرب الناس ليك؟ لا حاجة وحشة طبعا. يعني انت من الناس اللي بتصدق اي حاجة تتقري او اي حاجة تتقال في التلفزيون؟ لا خالص. لازم الخبر يعدي على دماغي فيصدقوا ما يصدقوش. كده كده ما بشوف اي حاجة، بدخل اونلاين وبعمل سيرش بتاعي واشوف الريسورسز الاول اللي انا بدبل تشيك عليها. الكلام دوت فعلا حقيقي ولا لا. انت من اللي بيروجوا اشاعات؟ تقريبا. بس الاشاعات دي بتاعت الناس الفاضيه. وانا مش من الناس الفاضيه، انا من الناس اللي بشتغل عشان اعرف اعيش. طب وانت بتطلعي اشاعات؟ لا بس بفتي. اخر خبر سمعته كان اشاعه ايه؟ دينا الشربيني حامل من عمرو دياب مثلا. الحقيقه ده بجد والله؟ حرام، كل واحد عايز يتجوز يتجوز، واللي عايز يعيش يعيش، سيب الناس في حالها احسن. انت ما كنتش مطلع اشاعه اني كنت جايب عربيه وهستلمها مش عارف كمان قد ايه ومش عارف الكلام ده كله؟ امبارح والله كنت فعلا هستلم النهارده. يا باشا الناس دي غلابه، بتصدق اي حاجه. الميديا اكتر حاجه بيبقى فيها اشاعات، وبرضه على الفيسبوك، وفي حاجات كتير قوي على تويتر مثلا يبقى عاملين اشاعه، والاشاعه تتراوج كتير قوي. هو الحاجات دي كل الناس بتقعد تهيس على بعضها. بتحب انت النميمه دي؟ مثلا بينزل خبر وشويه يكدبوه، مثلا عادل امام مات وهو لسه كان بيمثل. مات ازاي يعني؟ تضحكوا علينا بتغفلونا. شفت عمل ايه؟ بصي دي كانت فين امبارح ومش عارفه ايه، وهي تلاقي قاعده في البيت ما بتعملش اي حاجه. ده طلع له شعر في دقنه. لا يطلع لي شعر خالص. دي اشاعه، دي من الاشاعات اللي بتتقال عليك. خرجي مروج الاشاعات اللي جواكي. سمية الخشاب باين اتجوزت احمد سعد على فكره. انه بتاع ده كذاب جدا جدا جدا، ومش عايز اعرفه تاني وهقطع علاقتي بيه دلوقتي. مروج اشاعات جدا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. واما الهري شويه يقل انا هتصرف يومها وحل، هكتب شاهد قبل الحسم فيديو فلانة في وضع مخل، صحفي يألف اي كلام، يكتب اي خبر كذاب، يملى الفيسبوك والواتساب.